السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعين قناة صلاح أبو حسين الزراعية، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم عن إصابة جديدة، هي مش جديدة، هي إصابة متمادة في الأونة الأخيرة دي، وإن هي زادت انتشارها في الوقت الحالي، وهو المن والذبابة الخضراء، ودي بتأثر على النوار وعلى الأوراق بتاعة الأشجار، وعلى زي ما حضراتكم شايفين كده الأوراق موجودة إزاي. ولو وريناكم التزهير بتاع شجرة البتنجان هتتفاجئوا. ده كده المن والذبابة الخضراء عموما ينطبق عليه المن، والمن ده السبب عامل أساسي ان هو انتشار الأمراض في القصيص، وانتشار النمل بصفة خاصة، انتشار النمل في القصيص وانتشار النمل على أشجار الرمان، لأن المن أساسي بينتشر بصفة عامة على أشجار الرمان، لأن المن ده بيفرز مادة سكرية التي تجذب النمل وبتجذب الحشرات عليها. فإحنا النهاردة يعني علشان ما نطولش عليكم في الفيديو ماشي، هنبدأ نشرح معاكم الطريقة الطبيعية اللي احنا هنعالج بيها المن دوت او الذبابة الخضراء، زي ما حضراتكم شايفين كده بالرماد الفحم او رماد الاشجار. في الطريقة الكيماوية ان احنا بنستخدم دلتا مسرين دوت، مبيد حشري فعال وممتاز جدا. عموما لما تيجي تفحص اي نبات لازم تفحصه من الخلف. احنا لو بصينا حضراتكم كده وبصينا من هنا كده مش هنلقى فيه اي اصابات. طيب لو قلبنا كده الورقة هنتفاجئ كلنا بالاصابة ان هي موجودة خلف الاوراق، زي ما حضرتك شايف كده. اهم حاجة تفحص الورقة من الخلف، موجود كل حاجة، موجود المن، حشرة المن هي موجودة امام حضراتكم، وهي بتتغذى على الاوراق وبتعمل عملية انكماش للاوراق. انكماش للاوراق غير صانعات الانفاق، في حاجة غير حاجة، يعني المن دي مشكلة كبيرة جدا. فاهم حاجة، لازم تفحص النبات من الخلف. لو بصينا كده هنشوف في الورقة دي منتشر جدا حشرة المن، زي ما حضرتك شايف كده منتشرة جدا جدا، فهتلقى الورقة فيها تجاعيد، وتلقى فيها الورقة مش مظبوطة زي باقي الأوراق. وهنا في النوار زي ما بدأنا الفيديو ووريناكم في الفيديو في بداية الفيديو، هنلقى المن متسبب في التساقط الزهر، زي ما انتم شايفين كده، بص متغلب على الزهرة، فهو هيتغذى على الرحيق بتاع الزهرة وهيعمل عملية تساقط للزهرة، والزهرة ولو الزهرة اكتملت وقفلت فهي هتقفل على إصابة. فاحنا النهاردة جايبين معاكم الطريقة الطبيعية وهي الفحم. ده فحم أشجار مش فحم كيمائي، فحم أشجار. علشان الناس اللي بتسألني بتقول احنا مش عارفين نكسر فروع، مش عارفين نكسر افرع في المنزل، فانا بقول لحضرتك هتجيب فحم زي ما هو موجود كده امام حضرتك ماشي. الفحم دوت اهو، ده كده الفحم ده متولع اهو، ايه اللي بينتج منه؟ بينتج منه الرماد، بس اهم حاجة يكون فحم اخشاب مش فحم كيمائي، يعني دوت كده مولع هينتج منه الرماد. الرماد زي ما حضرتك هتشوف اهو، ده كده الرماد اهو، ده ناتج من الفحم. ده هنستخدمه النهاردة بإذن الله علشان نقضي على المن وعلى الذبابة الخضراء. طيب الشجرة فيها تزهير، انا مش هينفع ابدره بدر، انا هعمله هدوبه في الماء، انقعه في المية زي ما حضرتك شايف كده، هو ده الرماد بتاع الفحم اهو. هتجيب الفحم زي كده وتولعه اهو زي ما حضرتك شايف، ده كده مولع اهو، وهينتج منه الرماد. علشان ما نطولش عليكم بالمصفى كده هناخد شوية، كده هناخد شوية اهو، ماشي، يعني بالمقدار اللي انت هتعمل له، هتعمل على لتر مية زي ما انا هعمل كده بإذن الله، هعمل على لتر مية. فانا هاخد مغرفتين زي كده ماشي،
وهنخلهم كده بسيط بالمصفى بتاعتي، وهينتج معايا زي ما حضرتك شايف كده اهو الرماد اهو كده، ده الرماد تمام. وهجيب المية اهي، لتر مية، حاجة طبيعية جدا، حاجة طبيعية جدا. وهنبدأ ندوبه كده خالص كده خالص اهو، علشان نقضي معاكو على المن. واهم حاجة المن دوت، احنا زي ما اتكلمنا في بداية الفيديو ان المن هو اللي بيحوي النمل في القصيص، وبيحوي الحشرات لانه بيفرز مادة سكرية. احنا كده عملنا الرماد اهو، وهنبدأ نستخدمه في التخلص من الإصابة. هنجيب الشال دوت، أهم حاجة الشال ده، احنا كلنا عارفين الشال اهو، هنجيب الشال دوت علشان نصفي بيه الرماد اهو كده اهو. ونبدأ نصفي بيه الرماد، زي ما حضرتك شايف كده. بص بقى عامل ازاي نقي ازاي. نبدا نكمل التصفيه بتاعتنا علشان الشوائب دي، الشوائب دي ما تقفلش البخاخه بتاعتنا. كده زي ما حضراتكم شايفين، هنيجي نعمل حاجه كده بسرعه كده معاكم. بص بقى نسبة نقائه عاملة ازاي، بقى نقي جدا. وهنبدأ نستخدمه، هنجيب البخاخة بتاعتنا بسرعة كده، البخاخة بتاعتنا اهي، وهنحط فيها الرماد بتاعنا، حاجة طبيعية جدا جدا، ما فيهاش أي كيماويات وما فيهاش أي حاجة. تمام، وهنبدأ نستخدم معاكم الرماد. الرماد مهم جدا، ومهم جدا في التربه، ممكن نستخدمه في التربه، مهم جدا ماشي. والرماد بيزود من تهويه، بيعمل على عمليه تهويه التربه. ونبدا نرش كده الرماد، اهم حاجه ترش خلف الورقه لان الاصابه بتبقى خلف. نبدا هنا نستخدم الرماد على الظهر كده اهو، وخلال يومين بالظبط باذن الله هنبدا نلقى النتيجه معانا اتغيرت تماما كليا كده اهو. الرماد مهم جدا، الرماد مهم جدا للتربه، ومهم جدا ان انت تتخلص من الاصابات بتاعتك. اهم حاجه ترش خلف الاوراق كده اهو،